عايزين يا شباب نبدأ دلوقتي نعمل كوريكشن الكويز نمبر 20. عندنا كان في شوية أفكار على الكويل والواير وشابتر 1. تعال كده نبدأ ايه واحدة واحدة. نمبر 1 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر سيركلر رينج، فالرينج يعني ان بكام؟ الان ب 1. والراديوس الار عندي قال لك ب 10 سنتيمتر، ماشي. كاري كارنت ادي الاي ب 5 امبير، حلو. عايز الماجنتيك فلوكس عند السنتر ماجنتيود ودايركشن. فكم ماجنتيود البي كويل؟ هو عباره عن ميو ان اي على 2 ار. الميو ب 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. الان يا معلم الان ب 1 والاي ب 5 اوفر 2 والراديوس ب 10 يعني 0.1. فالاجابه دي هتطلع معايا ب 3.14 تعويض مباشر تايمز 10 باور نيجاتيف 5. طب كده جبنا الفاليو. ايه الدايركشن بقى؟ هتقول لي اوقع تعبير، ادي الكرنت ادي الفيلد، فهنا هتبقى اكس يعني انتو ذا بيج، انتو زي انتو ذا بيج، فبربنديكولار انتو ذا بيج الاجابه هتكون دي. ماشي، ده عندنا كده اول سؤال. السؤال اللي بعده عايز الريليشن ما بين البي والراديوس، الماجنتيك فلوكس دينستي ات ذا سنتر والراديوس. طبعا من مذاكرتنا عارفين ان البي هو ميو ان اي على 2 ار، حلو. جه في السؤال قال لك سيم نمبر اوف تيرنز، وقال لك كاري سيم كارنت، وكده كده الميو ثابته وال2 ثابته، يبقى الريليشن ما بين البي وما بين الار هتبقى انفرس، يبقى البي inversely proportional مع الار. طب inversely proportional هتيجي تعمل جراف ده divided، فالانفرس بيبقى كيرف، ادي الار وادي البي، فطبعا الاجابه هتكون دي. نمبر 3 بص بيقول لك ايه، جايب لك بارت من سيركل وعايز الماجنتيك فلوكس عند السنتر، فالبي كويل تاني هو عباره عن ميو ان اي اوفر 2 ار، الميو كده كده 4 باي 10 نيجاتيف 7. طب والان؟ قال لك النمبر اوف تيرنز هنا ب 3 اوفر 4. طب جبناها منين؟ جبناها من القانون ده، ان الان هو عباره عن سيتا، وعلمتك انها سيتا سلك على 360. سيتا سلك يعني ايه السيتا دي؟ يبقى 270 اوفر 360 تطلع 3 اوفر 4، ده الان. تايمز الكرنت اللي هو كام؟ الكرنت اللي هو 40 اوفر 2 ار، ادي 2 والار ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2. هتحسب الحسبه دي هتطلع معانا بكام؟ هتطلع معانا الاجابه هتكون 9.43 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تسلا، ده الفاليو. ده نمبر 3. نمبر 4 هو نفس السؤال بس عايز الدايركشن تاني، طبق امبير اهو، ادي الكرنت ادي الفيلد، فالفيلد هنا هيكون ايه؟ هيكون اوت، الاجابه هتكون اوت اوف ذا بيج، فطبعا اوت اوف ذا بيج هتكون لتر ايه. ماشي. نمبر 5 بيقول لك ان ويتش ذا فولوينج كويلز ذا ماجنتيك فلكس دينستي ماكسيمم فاليو. طب انا عندي تاني القانون بيقول ايه؟ ان البي هو ميو ان اي على 2 ار، مين ثابت اخلص منه؟ ال2 والميو، يبقى انا هعتبر ان البي دايركت مع الان اي على ار، وابدا اشتغل هنا الان ب1 في اي على ار، يبقى هنا اي على ار، هنا الان ب1 بس 2 اي على 2 ار، اشيل ده مع ده يبقى برضو ايه؟ اي اوفر ار. طب هنا الان بهاف في 2 اي اوفر هاف ار، فده يروح مع ده فيبقى 2i على r اهي. هنا الان بكامل؟ الان بكوارتر في 5i over r، يعني تطلع 5 over 4i over r. مين اكبر رقم؟ طبعا اكبر رقم هو ال2، فالاجابه طبعا هتكون c. ماشي، تعالى اللي بعده نمبر 6. تو كونسنتريك سيركلر كويلز، انا عندي كويلين اهو والكويلين دول ايه؟
كونسنتريكس كده اهو ليهم نفس الايه سنتر. وقال لك كاري كارنت او لاين ان سيم بلين مديك ال N1 و N2 و زر دي اي وكاري كارنت ان سيم دايركشن اهو تو كارنت سيم دايركشن. فسيم دايركشن دي عارفين ان البي توتال هي عباره عن بي 1 بلس بي 2 لان الاثنين هيعملوا ماجنتيك فيلد اهو ادي الكارنت ادي الفيلد فالاثنين هيعملوا فيلد ايه ابورد كده ده هيبقى بي 2 وادي يا عم بي 1 ومديك كل حاجه بقى الكارنت الاولاني والكارنت الثاني والترنز الاولاني والترنز الثاني والرادياي الاولاني والرادياي الثاني زي ما جيتك فلوكس ات ذا سي كونسنتريك سنتر. فالبي توتال هي عباره عن بي 1 بلس بي 2 فهتبقى ميو ان 1 اي 1 على 2 ار 1 بلس ميو ان 2 اي 2 على 2 ار 2. فانا من حق اخد الميو اوفر 2 كومن. طب ميو اوفر 2 يعني كام؟ قال لك يعني 4 باي تايمز 10 بار نيجاتيف 7 ماشي كومن هيبقى هنا ان 1 ال N1 ب 400 في I17 over ال R اللي هي 20 اللي هي 0.2 بعدين بلس ال N2 500 و I2 ب 10 over R2 اللي هي 0.1 اللي هي 10 سنتي. حضرتك هتحسب الحسبه دي كلها فلما تحسب الحسبه دي كلها هيطلع لك الاجابه طبعا هتكون C هتطلع ب 40.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا ماشي. طب في نفس السؤال او السؤال اللي بعده على نفس القصه برضه ذا ماجنتيك فلكس ات ذا كونسنتريك سنتر اوف ذا تو كوين وين وان اوف ذيم روتيتد كان بقى باي انجلي 180 اللي هي تو بي ايه ترند اوفر يعني في كويل كده والكويل الثاني اتقلب بقى كده يعني لما يتقلب ايه اللي هيحصل؟ واحد هيبقى كرنت كده والتاني كده فواحد هيعمل فيلد لتحت واحد هيعمل فيلد لفوق لما تيجي تطبق امبير اهو ادي الكرنت ادي الفيلد مثلا وليكن ده بي 1 والتاني ادي الكرنت ادي الفيلد وليكن ده بي 2 فوانت بتجيب بي توتال هتبقى ماينس يا بي 1 ماينس بي 2 يا بي 2 ماينس بي 1 المهم هات لي ايه ابسوليوت. فالاجابه نفس الايكويشن اللي انا كاتبها بس هتبقى ايه؟ هتبقى بدل بلس ماينس. يبقى من حقي تاني اخد الميو على 2 كومن هيبقى لي هنا N1 I1 على R1 N2 I2 over R2 ماشي. بعدين بعدين الميو هتبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اوفر 2 400 تايمز 7 اوفر R1 فR1 كانت ب 0.2 ماينس 500 في 10 اوفر 0.1 طبعا هو على حسب بقى مين الكبير الصغير كل ده هيتحط فيه في ابسوليوت ماشي. لو انت واخد بالك طبعا الفاليو ده اكبر من الفاليو ده فلما تعمل ماينس الاجابه هتطلع معانا بكام؟ الاجابه هتطلع معانا بايه؟ يعني القصه دي تطلع ب 22.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. جميل؟ طب جميل. التالت برضه تطبيق فكره ان روتيتد باي 90 ديجري يعني في كويل كده والكويل الثاني لف 90 ديجري بقى كده اهو ماشي حلو يعني هو الكويل نفسه كان كده اهو بالمنظر ده ولف 90 درجه كامله 90 ديجري حلو. فانت هنا لما تيجي تشتغل هتقول لي اهو في كارنت ماشي كده فادي الكارنت ادي الفيلد فالفيلد هيبقى كده اهو مثلا ده بيوم وبعدين التاني الكرنت ماشي كده فادي الكرنت ادي الفيلد فالفيلد هيبقى كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه بي 2 فالريزلتنت هتكون في النص ده اسمه البي توتال ده اسمه ايه؟ ده اسمه البي توتال فالبي توتال هتبقى سكوير روت بي 1 سكوير وبي 2 سكوير ماشي. طبعا حضرتك هتبدا تعوض بقى وتحسب ايه واحده واحده يعني هنا هتبقى 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 في ال N 400 في الكرنت 7 اوفر 2 وال R ب 0.1 حلو كل ده هيبقى سكوير
بلس نفس القصه في براكت تاني محترم برضو اهو 4 باي 10 نيجاتيف 7 في 500 في 10 اوفر 2 والار بكام؟ 0.2 والار ب 0.2. تعالى بس كده اتاكد من الارقام عشان ما يبقاش غلط. هي ار الاولى الار الاولى ب 20 والثانيه اللي ب 10 ماشي. ار الاولى ب 20 يبقى دي اللي 0.2 ودي 0.8 دي 0.1 طبعا برضو سكوير. وبعدين بعد ما تخلص بقى القصه دي هناخد بقى روت محترم او تحسب كل واحده لوحدها يعني. هتاخد روت للكل ده. فالاجابه طبعا هتطلع ايه؟ الاجابه هتطلع معانا هتكون بي هتكون 32.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. جميل؟ جميل جدا. تعال اللي بعده. نمبر 9 بيقول لك if a circular coil is re-wrapped. قلنا اي ري كويل بقى re-wrapped, re-shaped, re-formed. ركز معايا اهو. re-wrapped, re-shaped, re-formed, re-coiled. بنشتغل ان ال B دايركت مع ال N سكوير. يعني بنشتغل اهو B1 over B2 equal N1 سكوير over N2 سكوير. ماشي. وقال لك such that it turns increase 3 times. يعني هو عايز يقول لك ان N2 بيساوي 3 من N1. فاول اهو B1 على B2 equal N1 سكوير على N2 اللي هي 3 N1 هول سكوير. فهتطلع هنا اهو N1 سكوير على 9 N1 سكوير. ماشي. ف N1 سكوير هتروح مع مين؟ مع N1 سكوير. وتبدا تعمل ده كريس كروس يبقى B2 equal 9 B1 9 من B1 زادت 9 مرة. لو انت شخص ذكي ممكن تعملها هنا على طول اهو. N زادت 3 مرات سكوير يبقى البي تزيد كام؟ 9. يبقى الإجابة increase 9 times. ماشي. دي نمبر 9. تعالى اللي بعده. نمبر 10 سؤال بيشوفك انت مركز ومذاكر النظري ولا لا. Which of the following figure represents the correct magnetic flux pattern that result from passing DC current in a circular coil. فهو لو انا رتبتها ومشيت بايدي امبير ادي الكرنت يعني بلف كده ادي الكرنت ادي الفيلد يبقى لازم هنا يكون لتحت. اولا الفيلد مش كله ستريت لاين يبقى دي غلط ودي غلط. قلنا هي ستريت لاين عند السنتر طب عند التيرمينالز كلوزد باص فهي دي طبعا هنا بلف كده اهو كده زيها اهو المفروض لتحت هي معموله لفوق غلط. الاجابه دي اهو هتبقى كده اهو خطوط المجال تبقى كلوزد سيركلر باصز عند الاطراف حلو وفي السنتر بتبقى ايه شورت بارل لاينز بالمنظر ده. فالاجابه طبعا هتكون ايه الانسر بتاعنا هيكون ايه. السؤال اللي بعده in the opposite figure عندي 4 very long straight barrel wires are placed perpendicular to the plane of the page at the vertices of the square. ماشي. If all of them carry electric current of same intensity كلهم بأي that follow in the direction as shown عايز الريزلتنت عندهم اربع سلاك يبقى اربع اركات فالسلك ده هيعمل سيركل فادي الارك الاول اهو هي كده فهنا التانجنت هيبقى ايه هيبقى في الاتجاه ده. ماشي. السلك التاني اهو هنا ان فهيلف كده اهو بالمنظر ده. طب جميل فهنا التانجنت هيكون كده. طب تعالى التالت ادي الكرنت ادي الفيلد ففي ارك جاي كده اهو في سيركل فهنا التانجنت هيكون مع دي. ماشي. طب هنا اخر واحده ادي الكرنت ادي الفيلد هلف انتي كلوك وايز يبقى انا جاي كده عند النقطه دي فهنا التانجنت هيكون كده. يعني من الاخر عندي 4 بي اهو بالمنظر ده مثلا ده بي 1 وبي 3 وهنا مثلا بي 2 وبي 4 فالريزلتنت طبعا قال لك هتبقى ان بتوين اهو في الاتجاه ده دي المحصله. الريزلتنت بتاع 2 بيربنديكولار فورسز او فيكتور لازم ما بينهم طبعا اتجاهها ايه بقى دي قال لك 2 ذا رايت
direction to the ايه to the right perpendicular لا اكيد perpendicular لا الاجابتين دول غلط parallel to the plane of the page and right word فالاجابه هتكون سي ماشي تعال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لك in the opposite figure two straight parallel wires A and B المفروض A and B carry electric current I و 2I respectively بالترتيب if the forward formed flux density due to wire A at point Y is B يعني I على المسافة دي مثلا لو دي هو دي قد دي فلك عامل magnetic field B طب 2I على دي يعمل magnetic field كام ال I زاد للدبل يبقى ال B زاد للدبل هو عايز النت magnetic flux at Y هل هنا بلس ولا ماينس ولا سكوير روت هنبدا امبير اهو بص اهو ادي الكرنت ادي الفيلد فانا في سيركل هنا الدايره دي لازم تترسم بتعدي من النقطه دي كده فوانا بلف هنا هتلاقي التانجنت في الاتجاه ده ده قيمته كام بي طب الواير الثاني قال لك الواير الثاني اهو ادي الكرنت ادي الفيلد ففي سيركل جاي كده اهو حلو فلما تيجي ترسم تانجنت هنا هتلاقي في الاتجاه ده ده التانجنت وده مقداره كام؟ ده 2 بي. يعني انا عندي ده 2 بي وده اللي بي فطبعا دول بيربنديكولار يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل ان البي عنده واي بسكوير روت بي سكوير بلس 2 بي سكوير يبقى 4 بي سكوير بلس بي سكوير طبعا تحت الروت. فلما تجمع 4 بلس 1 شوف في ناس لغايه دلوقتي بتنسى ان ده الكوفيشن بتاع 1 يبقى انا عندي 5 بي سكوير تحت الروت. الروت بقى بيتعامل مع القصه دي ازاي عشان في ناس برضو عندها مشكله في الماس. بتقسمها جزئين روت للبي سكوير يطلع بي بار وروت لل 5 بتنزل زي ما هي روت لل 5 بس فالاجابه تبقى روت 5 بي. فالاجابه هتكون دي. تعالى اللي بعده. السؤال اللي بعده يا شباب نمبر 12 بيقول لك تو انتي بارل. انتي باري على السلكين متوازيين بس اوبوزيت دايركشن يعني ده اوت وده كروس لو مش باينه عندك اه كروس كده حلو فلو ما دام هما اوبوزيت جوه قلنا بلس وبره ايه بره ماينس يبقى بي واي دي اعلى واحده خلي بالك لما تيجي ترتب وكاري كارنت هنا اي و 2 اي ثرو تو لونج ستريت وايرز اس شون ان اوبوزيت فيجر ذا كوريكت اوردر طبعا اعلى واحده بي واي اكبر من عندي بقى مشكله مين قال واحده اقل واحده الاثنين ماينس فلما تختار من اكس وزد تختار الاقرب للويكر يبقى اكس ماشي طبعا هنا هتكون ايه هتكون بي زد فطبعا الاجابه عندنا هتكون بي واي بي زد بي اكس هتكون دي نمبر 13 سؤال على شابتر 1 ان ذا اوبوزيت الكتريك سيركت وان ذا بوزيشن اوف اميتر اند فولتميتر ار اكس تشينجد يعني بدل لي الاماكن بتاعته ايه اللي يحصل للريدنج بتحلها بيفور وافتر فالكرنت هتطلع من هنا هيجي هنا يتقسم فالاميتر دلوقتي في الحاله الاولى اهو بيفور الاميتر بيقرا مش التوتال بيقرا الكرنت اللي ماشي في الار ماشي طب الفولتميتر ما بين النقطه دي والنقطه دي اللي هي كل ده قصاده سلك فاضي فالفولتميتر قصاده سلك فاضي فالفولتميتر هيقرا ايه هيقرا زيرو جميل هيقرا زيرو يبقى الفولتميتر هيقرا زيرو ماشي طب ده بيفور تعالى افتر اهو افتر ان انا هبدل الاماكن فبص بقى هعمل ايه هرسم رسمه ثانيه اهو ادي ار وراها فولتميتر وهنا في اميتر اهو بالمنظر ده وادي الباتري فده معناه ايه معناه لو انا طلعت بالكرنت من هنا اهو هيجي هنا يتقسم هنا ار وهنا 2 ار ماشي طب وبعدين الكرنت هيجي هنا مش هيكمل في الفولتميتر لان الفولتميتر احنا زي ما احنا مذاكرين اوبن سيركت فهيكمل كده يبقى دي نقطه التجميع يبقى الكرنت اللي ماشي هنا كله ده اللي هيعدي على الاميتر هو بتاع الار يبقى الاميتر برضو هيقرا كرنت الار ماشي طب حاجه ثانيه الفولتميتر هيقرا ايه قال لك الفولتميتر اهو بص متوصل بنقطه وبدايته نفس النقطه نفس البوينت او متوصل بسلك فاضي بص كل ده الفولتميتر على سلك فاضي
في اي فولتميتر على السلك فاضي برضه هيقرا ايه؟ برضه هيقرا زيرو. ايه ده يعني زي ما هو؟ اه يعني بيفور زي افتر طبعا، بس هو بيضحك عليك او بيهزك. تحلها مرتين كده وترسم الفولتميتر بدايته ونهايته نفس النقطه، ده سلك فاضي. يعني لو بالبوينتنج هنا 1 وهنا 2، بص وهنا 2، فالفولتميتر لازم هيقرا زيرو. وكان برضه بيقرا نفس اللعبه، لو هنا 1 هنا 2 وهنا 2، فالفولتميتر على نفس النقطه فلازم يقرا زيرو. يبقى الاجابه مفيش تغيير، ريمينز كونستنت، ريمينز كونستنت. فكره محترمه جدا. طب جميل، نمبر 14 سؤال بسيط مراجعه على كيرشوف. بيقول لك ان اي 3 اللي ماشي هنا ب 2 امبير، حلو، هات اي 2. طب انا من حق اعمل لوب هنا، بس اعمل لوب. طب جميل، وانا بلف دخلت فين اهو؟ دخلت فين؟ نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 18. بعدين وانا بلف السهمين مع بعض يبقى بوزيتيف 2 في 12. بعدين وانا بلف هنا عكس الكرنت اللي هو اي 1 يعني ماينس 6 اي 1 ايكوال 0. الحسبه دي لما نحسبها تطلع بوزيتيف 6 لان دي 24. ماشي ايكوال، وادي الناحيه الثانيه 6 اي 1، يبقى اي 1 ب 1 امبير. ماشي كده جبنا اي 1. يبقى انا كده طبقت حاجه اسمها كي في ال وعملت سيجما في ايكوال 0. جميل. الجزء الثاني بقى هنا عندي، هنا في اي 1 وهنا اي 3 داخلين النقطه، فهيخرج مين؟ اي 2. يعني اي 1 بلس اي 3 ايكوال اي 2. فاي 1 اي 1 جبناه ب 1 واي 3 ب 2، فاي 2 يطلع بكام؟ طبعا هيطلع ب 3 امبير. ف 3 امبير يعني الاجابه هتكون سي. ماشي تعالى اللي بعده. السؤال اللي بعده نمبر 15 واخر سؤال عندنا في الكويز. السؤال كان بونص كده، بيقول لك ان ذا اوبوزيت الكتريك سيركت اف اول ذا بالبس ار ايدنتيكال، يعني كلهم قد بعض بالظبط، يعني نفس المقاومات. ادي ريزيستنس وهنا في ريزيستنس وهنا في اثنين ريزيستنس اهو بالمنظر ده، وفوق في واحده ريزيستنس. ماشي طبعا مش محتاج نعمل اي بوينتنج ولا اي ريشيبنج، لان واضح قوي ان كل واحدة فيهم يعني تحت لو ده في بي مثلا وفوق في بي، لان هو هيبقى بارل مع الباتري. في النص كلهم بقى اللي هو 2 و3 و4 و5 واخدين في بي. ماشي فبيقول لك مين فيهم بقى ذا هايست جلونج از 4؟ استحالة، ولا هايست جلونج از 5. الهايست جلونج بالب از 1. ليه؟ لان انت لو قسمت بالنسب احنا فوق في بي خلاص. دول بقى هيبقى عندي كده اهو، في 2 بارل، اتنين سيريس الاول 2R بارل مع R، وهنا عندي R، ف2R مع R برودكت على الصم تطلع 2 over 3 اهو، مقاومه نصها الحل ايه؟ تلتها. فعايز اوزع الفي بي على الاثنين، ما اعمل يا عم كرنت ديفايدر او اعمل نسب ريشيو. لو كرنت ديفايدر عايز اعرف دي مثلا، فدي تقول لك ايه الفولت اللي عليه؟ هو في بي في المقاومة بتاعتها اللي هو 2 ار على 3 على الصم، ده بلس 1 يبقى 5 على 3 ار، يعني 2 اوفر 3 بلس 1، فالار تروح مع الار وال3 مع ال3، فتطلع ان الفي اللي عليها 2 على 5 في بي. يبقى الفولت هنا 2 على 5 في بي، يبقى دي كام؟ دي 1 على 5 في بي. سوري لو دي 2 على 5 فدي 3 على 5 اللي فاضل. فنرجع هنا بقى، دي واخده 3 على 5 من الفي بي، ودي واخده 2 على 5 من الفي بي. هي مش مستاهله بس انت عايز تعمل الكلام، دي تقسم عليهم 2 على 5 فدي 1 على 5 من الفي بي، ودي 1 اوفر 5 من الفي بي. يبقى انا كده عرفت كل لامب واخده نصيبه قد ايه من الفولتج. طبعا اعلى واحده باينه من الاول انها 1، انا حبيت بس اثبتها لك. ده 3 اوفر 5 2 اوفر 5، الاثنين دول مع بعض 2 اوفر 5، يبقى 1 اوفر 5 1 اوفر 5. واحنا عارفين ان الباور او الاليمينيشن دايركت مع الفي سكوير، يبقى اللي عنده في اعلى هيبقى عنده باور ايه؟ باور اعلى. فده اكد انها بالب 1. بالب 1 بيقول لك ذا كوريكت ستيتمنت، انهي واحده صح من الثلاثه؟ 1 اونلي غلط، 2 اونلي ايوه، 3 اونلي غلط، وقول ار ايكوال طبعا غلط. الاجابه الصح ستيتمنت 2 اللي هي بتقول لك ان بالب 1 هي اعلى اليمينيشن او اعلى ضوء لانها عندها اعلى فولتج. وطبعا الاجابه هتكون ب. جميل،
اتمنى الناس تكون استفادت من الكويز ده، يعني كويز فيه مراجعه على شابتر 1 وافكار محترمه مع تطبيق وشغل على السيركلر كويل وبرده معي الواي. اشوفكم على خير، السلام عليكم.